مرحبا بكم جميعا في هذه المقدمة حول ويكي بيانات. للتذكير فقط ببعض سمات مشاريع ويكيميديا، تتميز مشاريع ويكيميديا بأنها مشاريع تشاركية مفتوحة للجميع، حيث يمكن لأي شخص المساهمة فيها. لكل مشروع وظيفة محددة، فمثلا ويكيبيديا هدفها هو إنشاء وتحرير المقالات الموسوعية، في حين أن ويكي مصدر هدفه رقمنة الوثائق المكتوبة التابعة للميكي العام. وتختلف طريقة العمل في كل مشروع وفقا لخصوصيته. تابعا لهذه القاعدة، ويكي بيانات هو مشروع له هدف محدد. فويكي بيانات هي قاعدة بيانات مهيكلة ومفتوحة متعددة اللغات، متاحة عبر الموقع wikidata.org. تنظم المعطيات حسب صيغة ثلاثي عنصر خاصية مفعول به. المفعول به بإمكانه أن يكون عنصرا، وبذلك يكون البيان علائقيا أو قيمة، رابطا، خارجيا، عددا، معرفا، نصا، وبذلك يكون البيان غير علائقي. الهدف من المشروع هو التركيز على إدخال معطيات مجردة من دون تحليل أو تأويل، وتكوين معطيات مهيكلة يمكن قراءتها وإثراؤها آليا باستعمال الخوارزميات. إمكانية جعل المعطيات متاحة للعالم أجمع عبر إسناد أسماء بمغات متعددة لجميع العناصر، وضرورة إعادة استخدام معطيات ويكي بيانات لإثراء وهيكلة مشاريع ويكيميديا الأخرى. لنركز الآن على تركيبة عنصر معين. مثلا هنا نلاحظ أن العنصر اسمه دوغلاس آدامز، وهو حول كاتب إنجليزي. نلاحظ أن لكل عنصر معرف وحيد. المعرف يبدأ بكيو ثم رقم. هذا المعرف هو غير متعلق بلغة معينة، هو معرف مجرد. كذلك الخاصيات، نشاهد أن الخاصيات يكون لها معرف مجرد يبدأ ببي ثم رقم. لكل عنصر أو خاصية هنالك تسميات بلغات متعددة، وهنالك وصف، وهنالك أسماء مستعارة أو أسماء أخرى في لغة معينة. وهذا ينطبق على اللغة العربية، الفرنسية، الإنجليزية، الألمانية إلى آخره. علاوة على الأسماء والأوصاف المتوفرة للعنصر، هنالك البيانات في صيغة ثلاثي، والبيان يكون له علاقة بعنصر، وهو يحل محل الفاعل، وهنا العنصر الفاعل هو دوغلاس آدامز. وتكون هناك خاصية مثلا تعلم في، وهي تحل محل الفعل. وهنالك القيمة أو المفعول به، وهي كلية سانت جونز. كل المعطيات في ويكي بيانات مهيكلة بهذه الصيغة، حتى الأسماء والأسماء والأوصاف والأسماء المستعارة هي مهيكلة في هذا الصدد، لكن الخاصية ليست ظاهرة في صفحة العنصر. فالخاصية المستعملة للتسمية هي RDF S Label، والخاصية المستعملة للوصف هي Schema Description، والخاصية المستعملة للأسماء المستعارة هي Scores Alt Label. نلاحظ أن أحيانا الثلاثي لا يكون كافيا للتعبير عن البيان بصفة كاملة، فيتم الالتجاء لتصفيات، وهي بيانات حيث يكون الفاعل فيها هي
هو البيان الأصلي. مثلا هنا دوغلاس آدمز تعلم في سانت جونز تاريخ البدء 1971، تاريخ الانتهاء 1974، وتسمى هذه البيانات الإضافية التصفيات، وهي في صيغة ثلاثين كما ترون. كذلك بما أن المشروع تابع لمنظمة ويكيميديا مثل ويكيبيديا، فكل بيان يكون مرفقا بمرجع مفتوح، ويكون وصف المرجع المفتوح في صيغة الثلاثين أيضا، حيث يكون الفاعل هو البيان نفسه مثل ما ترون هنا. أحيانا يكون المفعول به كما قلنا القيمة هي معرف خارجي، وأحيانا يكون للعنصر وصلات خارجية تربطه بمشاريع ويكيميديا الأخرى كويكيبيديا مثلا. علاوة على ما قلناه بخصوص العناصر، هنالك أيضا بيانات معجمية في ويكي بيانات، وهي نسخة مهيكلة من مشروع ويكي قاموس. هنا نلاحظ عنصرا عنصر ليكسيم، عنصرا معجميا في ويكي بيانات. نلاحظ أن هناك المعرف الذي يبدأ بـ L ثم رقم ثم الاسم واللغة الذي يوجد فيها هذه الوحدة المعجمية، ثم تصنيف المعجمي فالمعاني، وكلها في صيغة ثلاثي، فالمرادف في صيغة ثلاثي، وبعض البيانات مثل نموذج من أفعال شاذة، مثال الاستخدام، معرفات خارجية في بعض القواميس، بعض الصيغ النحوية إلى آخره. بالنسبة لطبيعة العناصر في ويكي بيانات، فمثل ويكيبيديا، ويكي بيانات هو عبارة على قاعدة بيانات متعددة الاختصاصات، فنجد العديد من أنواع العناصر التي يتم أخذها بعين الاعتبار في ويكي بيانات، مثلا إنسان، الأصنوفة، هذه في البيولوجيا خصوصا، التقسيم الإداري، الهيكل المعماري، حدث، مركب كيميائي، فيلم، مقالة علمية إلى آخره. هنا يمكنكم أن تسألوا لماذا يجب علينا كمحرري مشاريع أخرى كويكي بيانات وويكي مصدر أن نهتم بويكي بيانات؟ فحقيقة هنالك عديد من الأسباب التي تجعل من ويكي بيانات مرجعا أو أداة مهمة في عمل محرري المشاريع الأخرى. منها مركزية البيانات، حيث ويكي بيانات توفر قاعدة بيانات موحدة للمعلومة القابلة للهيكلة، مما يقلل التكرار ويضمن التحديث المتسق عبر مشاريع ويكيميديا. التحديثات التلقائية، حيث يتم تحديث معلومة معينة في ويكي بيانات فينعكس ذلك تلقائيا على جميع المشاريع واللغات المرتبطة، مما يوفر الوقت والجهد. دعم التعدد اللغوي، ويكي بيانات تدعم لغات مختلفة أكثر من 300 لغة، مما يعزز شمولية المحتوى ويجعل المعرفة متاحة بأكثر من لغة، خصوصا المعرفة المتعلقة بالعالم العربي. هناك أيضا تحسين جودة المحتوى،
من خلال ربط المقالات ببيانات ويكيبيانات، مما يضمن دقة المعلومات ويساعد في تحسين التنسيق والتحقق من الحقائق. ويكيبيانات أيضا تعزز التعاون بين محرري المشاريع من المتحدثين بعدة لغات، مما يعزز تبادل المعرفة. كما تعزز ويكيبيانات الابتكار والتطوير، حيث تتيح ويكيبيانات للمحررين والمطورين بناء أدوات جديدة وتحليل البيانات بطريقة مبتكرة لدعم مشاريع ويكيميديا. بالنسبة لويكيبيديا، هناك عديد إمكانيات وتطبيقات لويكي بيانات من أجل إثراء هذا المشروع. مثلا يمكن أن تستعمل ويكي بيانات لإثراء القوالب، مثل هذا القالب، قالب الصندوق، هذا موجود في عدة مقالات في ويكيبيديا العربية. يمكن أن تثري التصنيفات أيضا، يمكن أن تستعمل لجلب آلية باستعمال الذكاء الاصطناعي التي يمكن أن تساهم في صيانة وتحديث التصنيفات في ويكيبيديا العربية. كما يمكن ويكيبيانات ربط ويكيبيديا مقال في ويكيبيديا العربية بمقالات في نسخ أخرى. كما يمكن أن تساهم ويكيبيانات في إضافة الأسماء باللهجات العربية، مما يجعل أهمية القيام بإنشاء نسخ لغوية أخرى من ويكيبيانات اللهجات العامية أمرا ليس ضروريا. بالنسبة لويكي مصدر، في الحقيقة هناك عدة تطبيقات لويكي بيانات. مثلا يمكن استعمال ويكي مصدر لإدارة البيانات البيبليوغرافية، حيث تمثل ويكي بيانات قاعدة بيانات مركزية للمعلومات البيبليوغرافية، مما يضمن توحيد ودقة المعلومات في ويكي مصدر. مثلا المعلومات حول الكتب، حول نسخ الكتب، حول المؤلفين إلى آخره. يمكن مشروع ويكي مصدر أيضا من تعزيز التوافق بين المشاريع. فويكي بيانات تربط النصوص في ويكي مصدر بمقالات ومعلومات أخرى في مشاريع ويكيميديا، مما يعزز التكامل. يمكن مشروع ويكي مصدر من تحديث المعلومات تلقائيا، فأي تحديث في ويكي بيانات يعكس تلقائيا على الصفحات المرتبطة في ويكي مصدر، مما يقلل من الحاجة للتحديث اليدوي. يمكن ويكي مصدر من تنظيم وتوحيد التصنيفات. ويكي بيانات تسهل إذا تنظيم التصنيفات في ويكي مصدر وربطها بتصنيفات موحدة، ما يسهل البحث والوصول إلى النصوص. تحسين الوصول إلى النصوص عبر ربطها في ويكي مصدر بعناصر ويكي بيانات، مما يسهل العثور على أعمال ذات الصلة، مما يعزز فعالية البحث. ودعم معلومات متعددة اللغات عبر إدراج نصوص بلغات متعددة في تصنيفات واحدة، ما يعزز تعاون تنوع وسهولة الوصول إلى المحتوى. هنا بعض الأمثلة لكيفية استعمال ويكي بيانات في ويكي مصدر. مثلا إثراء قوالب المؤلفين، إثراء قوالب الكتب والمنشورات، استخراج بعض المعطيات المعجمية من ويكي مصدر واستعمالها في ويكي بيانات إلى آخره. الآن بعد أن عرفنا أهمية ويكي بيانات بالنسبة لمستعملي ويكيبيديا ويكي مصدر، نمر إذن لتفسير كيفية تحرير ويكي بيانات بالنسبة للمبتدئين. فحقيقة هنالك 6 خطوات مهمة لتحرير ويكي بيانات. أولها إنشاء حساب مستخدم،
ضبط أعداد اللغة، معرفة نموذج البيانات، إنشاء عنصر، تعديل عنصر، وإضافة أدوات التعديل الآلي. سوف نفسر كل واحدة من هذه الخطوات خلال هذا العرض. نبدأ إذن بإنشاء حساب مستخدم. إذا كنتم من محرري ويكيبيديا أو ويكي مصدر، يمكنكم استعمال نفس الحساب لتحرير ويكي بيانات. فقط عليكم تسجيل الدخول وكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور. إذا لم يكن لكم حساب مستخدم، يمكنكم إنشاء حساب مستخدم كما ترون هنا. الأمر بسيط ولا يتطلب أكثر من بضعة ثواني. بالنسبة لإعدادات اللغة، يمكنكم بعد تسجيل الدخول اختيار اللغة عبر هذا الضغط هنا، واختيار اللغة إلى العربية، ثم تغير اللغة إلى العربية بكل سهولة. يمكنكم أيضا ضبط إعدادات اللغة في صفحة نقاشكم على ميتا وموقع ميتا، والضبط باستعمال بابل مثل ما ترون هنا، وضبط اللغة هنا. اللغة، رمز اللغة بدون رقم يمثل المستوى المحترف، لا ليس محترف بل مستوى اللغة الأم للمستخدم. المستوى الخامس هو المستوى الاحترافي، المستوى الرابع هو مستوى شبه الاحترافي، ثلاثة متقدم، اثنين المتوسط، واحد للمبتدئ، وصفر يعني لا يجيد اللغة. يمكنكم أن تفعلوا مثل هذا هكذا، ثم تنشروا التغييرات. يمكنكم أن تكتبوها في بداية الصفحة أو في آخر الصفحة كما تريدون، ثم تنشرون التغييرات بعد اختيار اللغات المناسبة لكم. بالنسبة لمعرفة نموذج البيانات، إذا أردتم إنشاء أو تعديل عنصر، وجب عليكم أن تعرفوا كيف يكتب هذا العنصر في ويكي بيانات. هناك العديد من المشاريع ويكي في ويكي بيانات. يمكنكم الدخول إلى المشروع وبحث المشروع ذو العلاقة بالعنصر، ثم البحث على ما يسمى بالديتا موديل، نموذج البيانات. وهنا سوف يقول لك ما هي البيانات المطلوبة، ما هي المعرفات المطلوبة، وبذلك تعرفون كيفية تحرير العنصر. هذا نموذج البيانات، هنالك من قام بإنشاء ما يسمى بالانتيتي سكيما، وهو نفس الشيء يعني، لكنها نسخة من نموذج المعلومات يمكن قراءتها آليا عن طريق الحاسوب، ولكنها تقوم بنفس الوظيفة مثل هذه. الفرق الوحيد أنها تمكن من تثبت من توافق بين نموذج المعطيات والبيانات عنصر معين بشكل آلي فقط. تستعمل هذه الصفحات التي تبدأ بإي ثم رقم، والتي تسمى Entity Schema. تستعمل لغة اسمها شيكس للقيام بتعريف نموذج البيانات بصفة تمكن الحاسوب من استعماله فيما بعد. هنا هنالك صفحات، هنالك قالب يمكن من الولوج لنماذج بيانات متعلقة بموضوع معين. يمكن استغلال هذا القالب، البحث عنه واستغلاله للبحث بصفة فورية ودون الاحتياج إلى البحث مطولا.
إلى أهم نماذج مع البيانات التي يجب استعمالها في تحرير عنصر معين. من الطرق الأخرى لمعرفة نموذج البيانات هو البحث عن كيفية استعمال الخاصية. كما قلت من قبل، الخاصيات لديها صفحات، يمكن اللجوء إلى هذه الصفحات والبحث على أمثلة الاستعمال ومحددات الخاصية. ما هي خاصية؟ محدد نطاق الخاصية، يعني ما هو المفعول به الذي يجب أن نقوم بإضافته، ما هو الفعل، العنصر الفعل الذي يجب علينا أن نستعمله مع هذه الخاصية، إلى آخره من المعطيات الأخرى المهمة. لمعرفة نموذج البيانات مثلا بالنسبة لعالم أو مؤلف أو كتاب أو أي نوع من نوعيات البيانات، يمكنكم أيضا الولوج إلى صفحة عنصر مشهور، مثلا مؤلف مشهور، كتاب مشهور، ورؤية كيف تمت صياغة البيانات المتعلقة بهذا العنصر وتقليدها فقط يعني. وبذلك يمكنكم معرفة كيف تقومون بإنشاء وتعديل عنصر معين. أولا نبدأ بعد معرفة النموذج، نبدأ بإنشاء العنصر. إنشاء العنصر أمر بسيط، هو فقط عليكم الضغط على إنشاء عنصر جديد، ثم كتابة اللغة والتسمية والوصف والأسماء المستعارة مفصولة بشريطة عمودية، ما يعني بايب، ثم إنشاؤها. تجدون صفحة مثل هذه، يكتب اسم العنصر ووصفه إلى آخره. تبدأون بإضافة بيان عبر الضغط على إضافة بيان. تجدون شيئا مثل هذا الصندوق، تكتبون الخاصية وتختارونها وتقومون بالضغط عليها، فيظهر اسم النموذج في إطار أخضر، وهو ما يدل أن العنصر صحيح، أن الخاصية صحيحة. ثم تكتبون المفعول به، سواء كان عنصرا آخر أو قيمة معينة أو نصا إلى آخره. المهم في الأمر أنكم دائما يجب أن تبدأوا ببيان طبيعة العنصر باستخدام النموذج من، وهي ما تبين ما هو نوع هذا العنصر، وإلى ما يرمز، شخص، آلة، كتاب، نسخة من كتاب، إلى آخره، مجموعة بشرية. فدائما يجب أن نبدأ ب-B31 وهو النموذج من، ثم نسترسل في بيان المعطيات الأخرى حسب نموذج البيانات الذي قمنا بتبيانه من قبل. بالطبع نستطيع أن نستعمل نفس الطريقة لإضافة المعطيات المعرفات الخارجية والبيانات الأخرى. هنا قمنا بإنشاء النموذج، ثم ضغطنا على أضف مرجعاً، أضفنا المرجع بصيغة ثلاثي، وصلة المرجع، ثم كتبنا الوصلة، ثم ضغطنا على أنشر، فأصبح لدينا عنصر بمصدره، وضغطنا على النشر.
هنا أضفنا العنصر في مواقع أخرى. العنصر لديه صفحة على ميتا، فقمنا بالضغط على عدل، ثم كتبنا ميتا، ثم كتبنا اسم المشروع، اسم صفحة العنصر في ميتا، ثم نشرنا ميتا. نفس الطريقة يمكن استعمالها لإضافة صفحات ويكيبيديا، ويكيمصدر إلى آخره. أحيانا كما قلنا من قبل يجب إضافة تصفيات لتبيان البيان الذي قمنا بإضافته بصفة دقيقة. مثلا هنا لدينا مجموعة بشرية، لكنها مجموعة بشرية من ويكيبيديين، فقمنا بالتعديل ثم إضافة تصفية، ثم كتبنا عن ويكيميدي وقمنا بنشر، وبذلك عرفنا أنها مجموعة بشرية متكونة من ويكيميدي. بالنسبة لتعديل الأسماء والأوصاف والأسماء المستعارة، هناك صندوق يظهر في أول صفحة، هو هذا الصندوق بلغات أخرى، تضغط على اللغات الأخرى يظهر الصندوق، ثم كتابة عدد. الترتيب الذي تظهر به اللغات هو الذي هو نفس الترتيب الذي استعملناه في قالب بابل على صفحة ميتا. فإذا قمت بصفحة ميتا فتجد اللغات التي تهمك أولا واللغات الأخرى فيما بعد. إذا لم تقم بصفحة بابل فستجد اللغة الإنجليزية الأولى إلى آخره، حسب أهمية اللغات في مشروع ويكيبيديا. المهم تكتب عدل، بكل بساطة تدخل معطيات باللغة الإنجليزية بصفة عادية جدا، ثم تضغط على أنشر. بالنسبة لإضافة أدوات التعديل الآلي، أحيانا نكون أمام وضعية معينة نكون فيها في حاجة إلى تعديل أمر بصفة آلية. مثلا في هذا المثال هنالك مرجع في نموذج معين ونريد استعمال نفس المرجع لتبيان بيان ثاني أو معطى ثاني. عادة ما تكون هذه الوضعيات شائعة، وهنا لا بديل من استعمال أدوات التعديل الآلي من أجل الخروج من هذه المآزق. هنا يمكنكم الذهاب إلى تفضيلات ثم إضافات، ثم البحث إذا كان هنالك أداة معينة يمكن إضافتها لويكي بيانات وتمكنكم من القيام بالأمر. تجدون إن قمتم بالبحث تكرار المراجع، وهي تضيف وصلة لنسخ المراجع لنسخ المراجع وإضافتها إلى بيانات أخرى على نفس البند، ثم يمكنكم حفظ هذه الإضافة، وبذلك يمكنكم الأمر من إضافة أداة لنسخ مرجع وإضافته. مثلا هنا قمنا باستعمال الأمر، عندما قمنا بالضغط وإضافة هذه الأداة هناك هذا الرابط انسخ تم إضافته ولم يكن موجودا من قبل، نجده هنا، وبمجرد الضغط عليه تمكنا من إدراج المرجع في كمصدر للبيان الثاني. ليس دائما الأمر هين مثل هذه الوضعية، أحيانا قد لا نجد ما نريده في التفضيلات، ولكن بعض المستخدمين قد يطورون أدوات باستعمال جافا سكريبت وينشرونها كصفحة فرعية لصفحاتهم الشخصية في ويكيبيانات، مثلا user tpt vf.js.
وهي أداة لاستخراج المعرفات الخارجية المؤلف في VF وإضافتها آليا لويكيباند. مثل هذه الأدوات يمكن إضافتها عبر إضافة سطر إلى Special My Page Common .js في ويكي بيانات، وبذلك يمكنكم استعمالها كما لو كنتم قد اخترتها في التفضيلات. مثلا هنا مثال على كيف أضفت أداة tpt/vf.js. قمت بالدخول إلى User CSCISC وهو المعرف الخاص بي /common.js، وقمت بإضافة هذا السطر وبينت أن الأداة التي أريد إضافتها هي الأداة التي قام المستخدم tpt بإنشائها، وهذا كل ما في الأمر. ثم من بعد تجدون أنكم يمكنكم استعمال هذه الأداة بكل سهولة و استعمالها لتعديل أو إضافة روابط خارجية أو معرفات خارجية إلى عنصر ويكي بيانات معين. هذا كل شيء. شكرا لكم لمتابعة هذه الجلسة الأولى التقديمية لأيام ويكي بيانات العربية. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه الجلسة، وأنا على أتم الاستعداد للإجابة على كل أسئلتكم ولتجربة ما بيناه في هذا العرض السريع معكم، حتى تتمكنوا من القيام بكل ما قمنا بشرحه خلال هذه الجلسة. شكرا لكم.